متعة الأدب مدائن الشوق تزجي الحب أشرعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب تميد في خفة الأنسام والهة على القواف كرمش العين والهدب قطافها الورد من أفنان طيبة يفيض منها. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الأمسية العذبة من أمسي متعة الأدب. نحن كما عهدنا أدبنا وعهدنا إعلامنا وعهدنا برنامجنا سنكون مع الشعراء ومع المبدعين ومع حملة الأقلام الذين يمتعوننا بأجمل ما يكتبون. وفي أمسية من هذه الأماسي وفي لقاء من هذه اللقاءات يسعدنا كثيرا أن نستضيف الأستاذ الشاعر محمد شلال الحناحنة. حياك الله، أهلا وسهلا، سعيد بك وسعيد بإطلالتك معنا. أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر قناة المجد وأشكر الدكتور حبيب المطيري على هذا البرنامج الطيب، وإن شاء الله نستطيع أن نؤدي دورنا في هذا البرنامج. حياكم الله. أولا سؤال، ما ضبط اسمك؟ الحناحنة أو الحناحنة أو ماذا؟ الحناحنة. الحناحنة نسبة إلى ماذا؟ الحناحنة نسبة إلى حنحن. يعني فرع فرع نعم. قيل أنه من عتيبة، ما شاء الله، قبيلة عتيبة. هاجروا من الحجاز إلى مع جدهم إلى الأردن، الجد الأول إلى الأردن. إلى الكرك. إلى الكرك بالذات. إلى الكرك بالذات، وأقاموا في الكرك. ما شاء الله. أنا بالمناسبة أنا عشت في الكرك ردحا من طفولتي، ما شاء الله، وكانت من أجمل أيام حياتي. نحن من العمر، والعمر هم من الكرك. الحناحنة من قبيلة العمر، والعمر من الكرك. هاجروا طبعا من الحجاز قديما، وظلوا في الكرك وانتشروا في فلسطين وسوريا وغيرها. طفولتك كانت في الكرك بذاتها؟ طفولتي كانت في فلسطين. في فلسطين؟ طفولتي الأولى كانت في فلسطين. كما تعرف الضفة الغربية والشرقية، نعم، كانت واحدة. نعم واحدة، نعم. دولة واحدة. اللهم عجل بالفرج. اللهم عجل بفرجها إن شاء الله. فكنت يعني والدك كان يذهب هناك؟ والدي كان يعمل هناك في الضفة الغربية ويعيش، وعشت طفولتي في الضفة الغربية. بعد 67 النزحة، نزحة 67، نعم، نزحنا إلى شرقي الأردن. نعم نعم. وبعضنا ذهب إلى أقاربه، لنا أقارب طبعا نحن في الكرك، وينتشرون أيضا في جميع أنحاء شرق الأردن. ودراستك الأولى في فلسطين أو الأردن؟ دراستي الأولى للصف الرابع الابتدائي في فلسطين. أين في فلسطين بالذات؟ في نابلس. في نابلس. في نابلس، في قرية من قرى نابلس تسمى الفارعة. الفارعة. نعم. ما شاء الله. وعلاقتك بالشعر وعلاقتك باللغة بدأت في تلك القرية أم بعد ذلك؟ علاقتي في الشعر بدأت في تلك القرية. القرية جنة خضراء. سبحان ربنا. سبحان الله. في أزهارها، في نباتاتها، في طيورها، في مياهها. سبحان العذبة. أبي كان شاعرا بالفصيح، شاعرا بدويا. أبي كان شاعرا بدويا بالفطرة، ويرتجل الشعر هكذا في المواقف. أمي كانت تروي الشعر وتروي شعر شعر أبي. سبحان الله. نعم، وأيضا تقول الشعر. ما شاء الله. طيب علاقتك بالفصيح متى بدأت وكيف؟ علاقتي بالشعر الفصيح بدأت في الصف الأول الثانوي. الصف الأول. بعد أن انتقلتم؟ الثانوي، بعد أن انتقلنا إلى الضفة الشرقية إلى عمان، فدرست
في الابتدائي أكملت الابتدائي وأكملت المتوسط ودخلت في الصف الأول الثانوي. أستاذ اللغة العربية جزاه الله خيرا آمين. جمال النجار كان يدرسنا اللغة العربية. نكتب موضوعات تعبير فأعجب بموضوعاتي في التعبير إعجابا شديدا. يا سلام. وكان يخرجني أمام التلاميذ لأقرأ موضوعاتي. يا سلام. نعم. حتى أنه قال حرفيا أنت ستكون أديبا. سبحان الله. هذا سبحان الله قاسم يا أستاذ محمد. نعم. قاسم مشترك بين أغلب الضيوف الذين التقيناهم في هذا البرنامج. نحن هدفنا من هذا البرنامج أن نستطلع التجارب وكيف بدأت جذوة الإبداع عند المبدع. صحيح. غالب المبدعين يقول إن أول من أشعل جذوة الإبداع عندي هو أستاذي الذي درسني في المرحلة الثانوية. نعم. أو الأستاذ الذي درسني في المرحلة المتوسطة. هذا يبين أثر الأساتذة في هذا. صحيح. ما كنت أعرف عروض الشعر. في الثاني الثانوي أخذنا عروض الشعر. سبحان الله. فأذكر أنني كتبت قصيدة في تلك الفترة. في تلك الفترة. تذكر شيئا منها؟ والله لا أذكر. لا أذكر. هي موجودة في ديواني الأول. ديوان الأول ليس معي. نخلة في يدي. نخلة في يدي. لماذا أسميته هكذا؟ نخلة في يدي. كنت في منطقة جدة وفي منطقة اسمها قديد. أي نعم. نعم. على طريق الهجرة. كثيرة النخيل. أي نعم صحيح. وأذكر آخر قصيدة كتبتها هناك. سبحان الله. ونشرت الديوان وأنا هناك. فقلت في سنة 1985 ميلادي. 405. نعم. 1405 أو 4 تقريبا. ما شاء الله. نعم. فأسميت الديوان نخلة في يدي. سبحان الله. نعم. سنأتي إلى الفترة التي انتقلت فيها إلى الحجاز ثم إلى نعم. الرياض فيما بعد. لكن دعنا نتحدث الآن في عن القصيدة الأولى التي كتبتها حينما كنت. القصيدة الأولى التي كتبتها عرضتها على أستاذي فقال هي جيدة وطيبة ويمكن أن تنشر. وبعثت بالقصيدة لأستاذ جليل وقاص اسمه خليل السواحري. السواحري رحمه الله. رحمه الله. السواحري رحمه الله. وهو عضو برابطة الأدب الإسلامي العالمية. رحمه الله. وقاص مشهور له عدة مجموعات قصصية. ولم يكن يكتب الشعر. ما كان يكتب الشعر لكنه يكتب القصة والرواية والدراسات النقدية. فبعثت بهذه القصيدة. فما علاقتك به؟ هو كان يقدم برنامجا بعنوان أقلام واعدة. جميل. في إذاعة عمان. جميل جميل جميل. فبعثت هذه القصيدة له. وأنت شاب في 17. أنا شاب في 16. 16. نعم. فبعثت هذه القصيدة له فأعجب بالقصيدة وأشاد بها في إذاعة عمان. يا سلام. في أقلام واعدة. يا سلام يا سلام. ثم بعد ذلك نشر هذه القصيدة في صحيفة الدستور وكان يشرف على الصفحات الثقافية فيها. ما شاء الله. نقل هائلة لشاب صغير يعني. نعم شاب صغير. وأيضا قال له جائزة مالية. ما شاء الله. وأذكر الجائزة المالية أنها ما كانت تتعدى 10 دنانير أردنية ولكن كانت تمثل لي ثروة. ثروة. وقيمتها المعنوية أكبر. نعم. قيمتها المعنوية أكثر. على أقصد القيمة المعنوية لها. نعم. نعم. فنشرها فعلا. أخذت الصحيفة واشتريت عدة أعداد ووزعت على أصحابي وعلى أستاذي. جميل. وقال أنا قلت لك وستكون بإذن الله. يا سلام. لكن استمر. جميل. سنكمل الرحلة هذه. نعم. لكن نريد الآن نصا من أوائل ما كتبت إذا كان من أوائل ما كتبت. عندي نص وأن لم تكن الديوان معي. ليس الديوان معي الآن لكن عندي نص بعنوان الخيمة. الخيمة. نعم. كنت متأثرا طبعا بالخيام. أول ما أتينا خيام النازحين. خيام النازحين أنا أراها طبعا في عمان. فكتبت نص بعنوان الخيمة. هذه صورة مما نشر في صحيفة. هذه صورة مما نشر بصحيفة عام الشعب الأردنية عام
عام تقريبا 81 ميلادي. 401 نعم. فيما بعد طبعا نشرت هذه بالتأكيد. نعم. القصيدة بعنوان الخيمة أقول فيها: خيمة بيننا وصديقان لم يصلا، لم يصلا، وأنا أشتهي تعبي، أشتهي سدرة فجرتني تقى وارتأت شجرا للحنين. خيمة بيننا وزعتها المفارز منهكة للشمال محاصرة في الجنوب، خيمة بيننا حددتها المعابر أقبية جثثا للحدود ودالية باكية، زرعتها البنادق قبعة للجنود فتعصفها الحرب والحرب مكتظة بالحرائق والطعنة القاسية، وأنا أتجدد في وطني والزناد وعصفورتين وسنبلة حالمة. أيامها كانت في حروب وكان أيامها مشتعلة، كانت الجبهة الأردنية. خيمة بيننا والمخيم يوجعنا والغزالة شاردة، أنت مدهشة كالغزالة، ها للغزالة وقت من الشعر، للشعر سرب حمام صباح من الياسمين، وللحب شوك العذاب وقلبك موعده لا يخون ويرتد للصدر، وقلبك موعده لا يخون، فكيف نهادن وجها يبعثرنا جثثا للحدود ويرتد للصدر أهجية فاضحة. الله الله الله. خيمة بيننا وأنا أحلم الآن بالفرح العائلي، هل الحلم للفقراء أم الحلم للزنبقة؟ صخرة أم يدي دكت القنبلة؟ صخرة أم يدي دكت القنبلة؟ أم بلادا يؤرقها الضجر المستباح ويحضنها المنهكون؟ ليلك المتمزق يتبعنا أم دخان المدينة والمخبرون؟ خيمة بيننا وجع بيننا وعيون السياسة ملء المخيم والدرب موحشة، فأحبك مسكونة بالفواصل بالبرتقال وبالوطن المتصاعد، حين يدثرنا التعب المدرسي ويثقلنا الاغتراب وليل الهزائم والسقطة الخائنة. الله الله الله. وأحبك مذ طوعتني القصيدة والزعتر الجبلي لتفاحة القلب والمهرة الجامحة، وأحبك مذ هدهدتني الحمامة والقبرات الشريدة للأهل قلبا وآه، لا البلاد التي ذبحتني سنينا من اليأس كانت بلادي، ولا الأغنيات الهجينة كانت لهذا النهار المعتق أوسمة أوسمة، جمعتنا الدقائق والنخل والطين والعائلات الفقيرة، فرقتنا الجرائد والشرفات الرديئة، فرقتنا الجرائد والشرفات الرديئة والمدن القاتلة، رفضتنا العشيرة والأقربون لصوص الكلام سماسرة الأرض والقحط، فامتشقتنا الوجوه الوديعة والتعب الوطني وحلم الصغار وكوكبة الأصدقاء، فعدت أحبك معشوقة للزناد وهذا المخيم
والمهرة الجامعة. والمهرة الجامعة، الله، إذا كان هذا من إنتاج أول الطريق، نعم، فهذا يدل على شاعرية متدفقة الحقيقة، ويدل على يعني حتى المعجم اللغوي. في تلك الفترة كنت تقرأ لمن من الشعراء؟ يبدو أنك تقرأ لدرويش في تلك الفترة. قرأت طبعا في تلك الفترة ديواني نخلة في يدي، ديوان أستطيع أن أسميه بأنه ديوان الوطن. كنت متأثرا بشعراء المقاومة الفلسطينية وبشعراء طبعا الأردنيين الذين يكتبون عن الوطن وعن المخيمات، عن فلسطين. من أكثر من كان يعجبك؟ عن الأسى. قرأت لعز الدين المناصرة، قرأت لمحمد القيسي، محمود درويش، قرأت لشعراء شباب أردنيين، يوسف عبد العزيز، يوسف أبو لوز، هؤلاء شعراء يعني من جيلي أيضا كانوا أو أكبر مني قليلا. قرأت داود معلم، قرأت لبدر شاكر السياب قراءاتي الأولى، لشعراء مصريين، يعني شعراء مختلف العالم العربي. صدقا رحلة النزوح التي عشتها، مع أنك أصلا أنت من، أنا من شرق الأردن، أي نعم، لكنك نزحت، تأثرت، نعم نعم. هل جسدتها شعريا في 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 قصائد؟ نعم، الديوان الأول، ديوان الأول نخلة في يدي معظمه قصائد، فعلا قصائد تتحدث عن الوطن وعن الأسى وعن التشريد وما حدث للشعب الأردني والفلسطيني. طبعا تضرر الشعب الأردني والفلسطيني، أكثر من تضرر بالقضية الفلسطينية والشعب الأردني والشعب الفلسطيني كما تعرف، لأنه ملامسة للواقع الذي كنا نعيش جميعا ونحن شعب واحد. هل تمسيت مع خطوط مواجهات مباشرة أو كنت صغيرا؟ لا بالتأكيد، أنا في الضفة الغربية عندما نزحنا الطائرات الإسرائيلية كانت تقصفنا وقصفت منازلنا وقصفت بيوتنا، أراضي لنا هناك كانت، نعم. يوما ما ستعود الأمة إلى عزتها بإذن الله وتقاتل هؤلاء الشربين بإذن الله، بإذن الله. ثم بعد ذلك، بعد أن انهيت المرحلة الثانوية، بعد أن انهيت المرحلة الثانوية دخلت الجامعة الأردنية. في الجامعة الأردنية تفتحت موهبتي أكثر، قابلت بعض الأساتذة شعراء أدباء، كنا نعمل أمسيات شعرية، منهم مثلا الذي كان يؤثر فيه الدكتور وليد سيف جزاه الله خيرا، وكان يكتب الرواية ويكتب الشعر. وأذكر أنني أكثر من أمسية عملتها مع الدكتور وليد سيف في الجامعة الأردنية، وتعرف أيامها أيضا كانت حرب لبنان، كان الوضع أيضا في الجامعات الأردنية ليس سهلا، والأمور فعلا مظاهرات كانت أحيانا، ويعني حراك شبابي، حراك شعري، حراك أدبي. التقيت بيوسف العظم رحمه الله؟ التقيت بيوسف العظم، ويوسف العظم أيضا قرأت له، وقدم، هو الذي قدم لديواني لكتابي شعراء على الطريق، هو قدم لديواني لكتابي. هذا كتابك ما ترتيبه في إصداراتك؟ الكتاب الرابع تقريبا، الرابع أو الخامس. الخامس. سنأتي عليه إن شاء الله. طيب، داود معلّة رحمه الله؟ داود معلّة قابلته مقابلات بسيطة وقرأت له فقط، ليس هناك علاقة قوية. ليس هناك علاقة. طيب، توفي وأنا ما زلت وكنت هنا في السعودية. يعني مثلا شعراء فلسطين من التقيت منهم؟ من يعني عبد الرحمن بارود؟ عبد الرحمن بارود التقيت به في بعض الأمسيات. التقيت بالدكتور عمر الساريسي، نعم، وهو كتب أيضا عن ديواني الثاني ياسمين الذاكرة. التقيت بالدكتور محمد صالح الشنطي، وكان له تأثير كبير جدا علي. أين التقيته؟ التقيته في حائل، لما التقيته في عمان. كان في حائل هو؟ إيه نعم نعم، وأقمت أنا في حائل فترة
سنوات أقمت في حائل أنا عملت في حائل. هذه معلومة جديدة. نعم. طيب سنأتي عليها إن شاء الله. نعم. لكن يعني علاقتك به قبل أن قبل المملكة أو لما كنت في المملكة؟ دكتور محمد صالح الشنطي. نعم. علاقتي فيه بدأت في المملكة. كنت أنا أنشر في بعض طبعا الشعر في صحيفة الجزيرة في اليوم في اليمامة في بداياتي. يعني ديوان نخلة في يدي نشر أكثره هنا في السعودية. نعم. فهو كان يتلقف قصائدي ويكتب عنها. جميل. قبل أن أعرفه. جميل جميل. ثم بعد ذلك تعرفت عليه. طيب دكتور يوسف أبو هلالة. يوسف أبو هلالة التقيته أيضا وفي الأردن، وأذكر أنني قدمت لأمسية له في رابطة الكتاب رابطة الأدب الإسلامي العالمية في عمان، وصدقا أنا معجب بشعره وإن كان مقلا. هو مقل. نعم. وأسأل الله يشفيه ويعافيه ويعيده إلينا. طيب أنا رحلتك مع رابطة الأدب الإسلامي العالمية ورحلتك مع الإعلام ورحلتك مع التدريب التربوي ورحلتك أيضا في انتقالتك إلى المملكة ها هنا ويعني تنقلك في أقاليمها، هذه كلها سنعرض لها إن شاء الله. نعم. لكن أريد الآن هذه كان لها تأثير وثراء صدقا، غربتي وتنقلي من مكان إلى آخر. من عام كم أنا أتيت إلى المملكة؟ في عام 1401 تقريبا. أتيت معلما؟ أتيت معلما. نعم. أول ما بدأت أين علمت؟ علمت في مدينة جدة. أول ما بدأت في جدة؟ نعم. جدة. في قرى جدة. في قرى جدة. نعم. جدة. طيب ثم بعد ذلك؟ بعد ذلك انتقلت إلى حائل. برغبة منك؟ مدينة حائل برغبة مني. لماذا اخترتها؟ اخترت حائل حتى أقترب من الشمال. أي نعم. حتى أقترب من الشمال وأقترب من لتكون ليكون ذهابك وأبتك. نعم قريب. سهلا. وقريب من الأردن. نعم. وهكذا. جيد. يعني نمر على هذا كله. أعطينا الآن قصيدة أيضا من تلك الفترة إذا كان موجود الآن أو من الفترة التالية. فيه أي نص من هذه النصوص ممكن منها قصائد. من رياض الأمومة وهي قصتها وهي عن الأم. أذكر أنني سافرت وأثناء سفري ودعتني الوالدة فبكت الله. وبكى الأولاد أيضا، فأنا تأثرت بالوالدة عندما بكت وهي تودعني. أنا كنت مسافرا أريد أن أسافر للسعودية، فالوالدة بكت فكتبت هذه القصيدة. الوالدة موجودة الآن؟ الوالدة لا، توفاها الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لها واجعلها في علمين. الله يغفرنا جميعا. آمين. فتأثرت فكتبت هذه القصيدة، وإن كنت ما زلت أشعر أنني مقصر تجاهها في كثير من الأمور وما زال لها حقوق علي كثير. رفع الله. الله اغفر لها. القصيدة بعنوان من رياض الأمومة. أمي وإن عتبت علي حبيبة لنبينا في هديه نتحبب. أمي ولست أرى كأمي في الورى. لندائها أنا قائم أترقب. أمي ولست أرى كأمي في الورى. لندائها أنا قائم أترقب. إن المكارم تنتمي لجذورها، إن المديح بدونها لا يكتب. لا يكتب. الله. بجهادها جاء النبي مبشرا، بحقوقها أوصى الكتاب الأرحب. إن مرت الأيام دون رضائها فأنا إذا ألهو بعمري العب. العب. هذه الجنان تفوح من أنفاسها، هذه الجنان تفوح من أنفاسها عطرا زكيا عابقا يستعذب. من نورها تزهو الحياة بشمسها، لبهائها تحن الرياض وتحدب. يا من شدت لجمالها أطيارنا ولطهرها تلك القصائد تنسب. الله. لولا صفاؤك ما صفت أنشودتي،
قد هاجني الشوق الشجي الأطيب. أطيب. يا جملة عذبت بكل حروفها، أنت النقاع وفي الظلام الكوكب. كم عاد يشرق في محياك التقى، كم راح ليلك من دموعك يسكب. يا درة قد كنت أعظم ناصح لصغارها من نفسها تتهذب. أمي فإن إذا تكدر خاطري جمرا يصير فراشها تتقلب. أما النساء فيبتهجن لثروتي، وإذا تبيق يدي فإني الأجرب. تربت يداي فهل لنا من جنة إن لم نكن في برها نتقرب. نتقرب. الله الله. طيب لما سمعتها ماذا قالت؟ أيضا بكت. اللهم اغفر لها. وصراحة تأثرت. الله الله. وهي أيضا هي شاعرة كما قلت لك، تكتب الشعر البدوي النبطي بطريقتها. رحمها الله. أمي كنت أحيانا عندما أنزل لصلاة الفجر أريد أن أوقظها للصلاة في كثير من الأحيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتها. آمين. أجدها تصلي. الله. أي والله. أجدها الله تصلي. الله. تصلي قبل طبعا. سبحان. فهي كانت محافظة جزاها الله خيرا. رحمه الله. أستاذ محمد، نحن بالكاد بدأنا يعني اعتبنا أو خطونا الخطوة الأولى معك في رحلتك، ولكن للأسف الآن يأتي من يخبرني أن الوقت قارب على النهاية. لذلك أرجو أن تعيدنا وتعيد المشاهدين الكرام أن نكون معنا إن شاء الله في حلقة قادمة لنتابع أيضا مسيرتك الشعرية ولنقرأ هذا النتاج الجميل بإذن الله. شكرا. إن شاء الله نكون معكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. ولدينا إن شاء الله الكثير. وأشكر مرة أخرى قناة المجد، وأشكر دكتور حبيب المطيري على هذا البرنامج، برنامج متعة الأدب، وجزاه الله خيرا. آمين وإياك. أيها المشاهدون الكرام، هكذا انتهت هذه الرحلة الماتعة. نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في رحلة ماتعة أخرى نكمل فيها الحديث مع ضيفنا الجميل الأستاذ محمد بن شلال الحناحنة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق تزجي الحب أشرعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب، تميت في خفقة الأنسام والهة على القواف كرمش العين والهدب. قطافها الورد من أفنان طيبة، يفيض منها شذلا داف العشب. من أدب الشعر والآداب تحملها نسائم الروح تشدو دون ما نصب. تقول والعطر يندى في خمائي.